أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من استوديو اليرموك. نذهب اليوم إلى الطيار معاذ الكساسبة والخيارات الأردنية. ربما فوجئ الجميع بما جرى مع الطيار معاذ الكساسبة، حيث سقطت طيارته هناك في الرقة، والآن الجميع ربما يقف في خندق واحد تجاه استرجاع هذا الشاب وإعادته إلى بيته وأسرته. ربما كلنا متعاطفون مع معاذ وأسرته ووالده ووالدته، وكلنا نريد في النهاية أن نذهب به مرة أخرى إلى بيته. كلنا نقف وراء جيشنا العربي، لكن القرار السياسي قضية أخرى قد نختلف ونناقشها، القرار الذي ذهب بنا إلى الحرب. اليوم نحاول أن نفهم ما الذي جرى وما الذي يجري، كيف يفكر تنظيم الدولة الإسلامية، كيف تفكر الدولة في هذه اللحظات. وأرحب بضيفي الذي قد يجيب على بعض من هذه الأسئلة، الأستاذ مروان شحادة، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية. أهلا وسهلا أستاذ مروان. حياكم الله. يعني ربما يعني ليس سرا أن الأردن تساهم أو مشاركة في التحالف، أن الأردن والطائرات الأردنية تساهم في القصف، وهذه حرب. يعني في لحظة من اللحظات قد تسقط طائرات، وقد يصبح قائد للطائرة في أيدي الطرف الآخر. لكن باعتقادك، لو أردنا أن نذهب إلى تنظيم الدولة الإسلامية، سبق له تجارب أن أسر بعض الناس، يعني سواء من تركيا أو من لبنان، صححني إذا كانت معلوماتي خاطئة، كيف تعامل التنظيم مع هؤلاء الأسرى؟ هل فاوض؟ هل ذهب بهم؟ يعني أريد أن أدخل في مخ التنظيم، كيف قرأ الأسير في لحظة من اللحظات، سواء في بعض التجارب اللبنانية والتركية. تفضل أستاذ. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لقناة اليرموك على هذه الاستضافة في هذا الوقت، يعني بصراحة الحرج اللي بتمر فيه الأردن والمنطقة. يعني كما تعلم أستاذ عمر أنه الأردن دخلت في التحالف الدولي، البعض يقول هناك ضغوطات، ولكن أنا أعتقد أنه خيار الأردن خيار دخول في تحالف بموقف استراتيجي وليس كردة فعل لأحداث معينة. منذ أحداث 11 من سبتمبر يعني دخلت في المجتمع، منظومة المجتمع الدولي، ضمن استراتيجية الحرب على ما يسمى بالإرهاب. وأنا أعتقد أن الأردن بهذا الخيار يعني بالتأكيد لها حسابات، وتعرف أنه سيكون هناك تداعيات سلبية سواء على المجتمع الداخلي أو على القوات المسلحة أو على المواقف السياسية، ربما تلقى معارضة من بعض الأطراف سواء داخلية أو خارجية، أو ربما أيضا تتعرض لهجمات ارتدادية معاكسة مما يجري في الإقليم. وأنا أظن أن هذا الخيار يعني كان صعبا، وإذا تذكر أخي عمر يعني ترددت القيادة السياسية في اتخاذ هذا الموقف والإعلان عنه، وبخاصة موقف المشاركة في ضربات التحالف الدولي. وعودا على سؤالك أستاذ عمر، يعني أنا أظن أنه تنظيم الدولة الإسلامية أو ما يعرف إعلاميا وأمنيا باسم داعش بالفعل يعني دخل في مفاوضات جادة. وأضرب لك مثال واضح، يعني وتم الإفراج عن 49 دبلوماسي تركي اختطفوا في العراق، وتم أسرهم واختطافهم لفترة تزيد عن الشهرين يعني تقريبا، أو شهر ونص يعني. وأظن أنه يعني تمت مفاوضات سرية ما بين أجهزة الاستخبارات التركية وما بين تنظيم الدولة، ولم يكن هناك وسطاء، بل كان اتصالات مباشرة مع بعض قيادات هذا التنظيم. وكما تعلم ربما الظروف الذاتية والموضوعية تختلف، لأنه تركيا لم تدخل في التحالف إلا اسما، يعني لم تدخل عمليا في توجيه الضربات بمقاتلات تركية، وإنما هي سياسيا وإعلاميا دخلت في هذا التحالف الدولي. ولكن على أرض الواقع يبدو أنه تنظيم الدولة حقق مكاسب من هذه المفاوضات، لأنه تم الإفراج عن بعض قيادات المعتقلين لدى تركيا، وتم أيضا تسييل بعض الأموال المجمدة، يعني أيضا تم الإفراج عنها اللي كانت في البنوك التركية، وكذلك
تم الحصول على وعد أو على الأقل اتفاق ضمني بسهولة الحركة لبعض عناصر وقيادات تنظيم داعش داخل الأراضي التركية، لأنه على اعتبار أن تركيا تشكل عمق استراتيجي، ويبدو أنه الموقف التركي من التعامل مع الملف تنظيم الدولة الإسلامية يبدو أنه ما زال يحافظ، لكن عقلية التفاوض يعني نريد أن نعود للتنظيم، عقلية نعم التفاوض مقبول، ما زال يحافظ على مسافة ضمن المصالح التركية، تقصد أن تركيا أقل إيذاء للتنظيم من الأردن؟ نعم، الآن عقلية التفاوض أظن على الرغم من التنظيم أنه عنيف ويوصف بالتشدد ويوصف بأنه ساذج وبالجهل أحيانا كثيرا، إلا أني أعتقد أنه لديه مخططون استراتيجيون وهم قادرون على أن يدخلوا في حسابات دقيقة لمعرفة الآثار الإيجابية أو المكتسبات التي سيحققونها من خلال الدخول في مفاوضات مع أي دولة. نعم. وأنا أظن أن من مصلحة التنظيم أنه ألا يقتل الطيار معاذ الكساسبة، وذلك لأنه هناك عمق إسلامي وعربي في التعامل. أنا أظن أنهم يتعاملوا بتفريق ما بين إذا كان الأسير غربي على اعتبار أنه كافر أصيل وما بين أسير مسلم. نعم. وهذه لمسناها في كثير من الحوادث، يعني الغربيين كانوا لا يفاوضون الأمريكان على سبيل المثال في حين فاوضوا الأوروبيين. نعم. وتم إطلاق سراح العديد من الفرنسيين والإسبان كانوا معتقلين لدى التنظيم مقابل دفع فدية. يعني سعود، ولكن معنى والد الطيار معاذ الكساسبة، إذا التنظيم قابل للتفاوض وعقله قابل للتفاوض. نعم. معنى عمنا صافي الكساسبة والد الطيار الأردني معاذ الكساسبة. مساء الخير عمنا صافي. مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. يعني نحن نسجل أولا تضامننا معك ومع الأسرة ومع الطيار معاذ الكساسبة، وهذه الله. الحلقة وكل أدائنا الإعلامي هو يعني من باب في النهاية دفع الدولة بكل ما أوتينا من قوة نحو التفاوض وإعادة معاذ إلى بلده سالما غانما، ونحن ضد كل الدعوات التي تدعو إلى التوتير مع التنظيم، بل نريد معاذ أولا، بعد ذلك ربما نفكر بأشياء أخرى. كيف هي الأمور؟ ما هي آخر الأخبار؟ يعني هل تواصلتم مع جهات رسمية؟ حدثنا عمنا صافي. نعم. تفضل. نعم، تواصلنا مع رأس الحرم، مع سيدنا صاحب الجلالة. وصاحب الجلالة يعني هو الولي الشرعي في قضية معاذ، لأنه معاذ هو رجل عسكري، احنا ما بنقدر نتحدث في واحد مش موظف مدني هذا ولا مدني. صحيح. او شيء، هذا رجل عسكري وفي منظمة في جهة هي التي تتولى موضوع متابعة موضوع معاذ. نعم. جلالة الملك طمنا والحمد لله، وان شاء الله انه الله يجيبنا الخواتم بخير ان شاء الله. نسأل الله ذلك. حياك الله. نعم، اشكرك عمنا صافي الكساس والد الطيار الاردني. اذا هناك تواصل مباشر مع الملك، هناك على ما يبدو طمأنينة ووعود من الملك، وهذا يدل على اشكرك عمنا صافي وهذا يدل على ان الدولة الاردنية ستتوجه الى التفاوض. يعني واضح ان الامور، يعني نكمل عن التنظيم ثم نعود لخيارات الدولة. يعني لابد. نعم. أن نشير إلى نقطة في غاية الأهمية فيما يتعلق بالمفاوضات والتفاوض مع التنظيم. يعني الأردن يعني الاستراتيجية التي تتعامل معها بالمنظمات التي تصفها بالإرهابية هي عدم التفاوض. نعم. ابتداء. ولكن في مثل حالة من حالات الاشتباك، هل لنا خبرة في عدم التفاوض؟ هذه عمرنا صار حادث وما تفاوضناش أستاذ مروان؟ يعني هذا الموقف الأمريكي عارفينه، لكن احنا الموقف الأردني أيضا يعني معروف، يعني في حالات حركات إرهابية هي أبو قتادة تفاوضوا معه وصار أصبح في النهاية جابوه يعني من بريطانيا وطلعوه، لم يتفاوضوا مع أبو قتادة، مع أبي قتادة. أقصد أنهم يقبلون بسيناريو هكذا. يعني أنا دعني أكمل الفكرة أستاذ عمر. يعني أقصد أنه في حال قبولهم للتفاوض مع أي جهة تصفها الدولة أو وأجهزتها المختلفة بالإرهابية يتم بتكتم شديد وبسرية تامة. لذلك أنا أعتقد أنه الدولة الأردنية وأجهزتها المختلفة لن تألو جهدا في محاولة للحفاظ على حياة
الطيار الأردني، وأيضا في المحاولة للإفراج عنه بأي وسيلة وأي ثمن، ولكن أيضا هذا لن يغير موقف الدولة الأردنية كما صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة من التحالف الدولي كما هو معروف. جميل. يعني تجربتنا مع سفيرنا في ليبيا يعني يؤكد على ما قلته، أن كان هناك تفاوض وكان هناك سري وبشكل من الأشكال. قطر وتركيا، هل بالإمكان الاستعانة بهاتين الدولتين في يعني أنا أعتقد أكثر دولة قادرة على لعب دور وسيط، لأنه التفاوض لن يتم بشكل مباشر. يعني موقف تنظيم الدولة الإسلامية من الأردن كما هو معروف موقف عدائي منذ أن تأسس هذا التنظيم، ويعتبر النظام الأردني نظام مرتد بحكم الموقف السياسي وبحكم السلوك والممارسات. وأنا أعتقد أنه أكثر دولة قادرة أنها تلعب دور الوسيط مع تنظيم الدولة الإسلامية بهذه المرحلة ليست قطر وإنما تركيا. تركيا. لأنه تركيا لديها قنوات اتصالات مع تنظيم الدولة، وبعض القيادات تتعالج في تركيا، وبعضها يعني يستخدم الأراضي التركية للمرور. وأنا أعتقد أنه معظم الدعم اللوجستي سواء الذخائر أو كذا يتتم، وبيع النفط يتم من الأراضي التركية، وتركيا تتعامل مع هذا الملف كما ذكرنا سابقا على اعتبار أنها دولة من اللاعبين الرئيسيين في الإقليم ولها مصالح، وهي تحاول الحفاظ على المصالح والتوازن في المنطقة، لأنه إذا حاربت تنظيم الدولة الإسلامية هذا يعني أنها تعزز النفوذ الإيراني في الجهة المقابلة، وهذا ليس في صالح تركيا، وكذلك تعزز تنامي قوة الأكراد، وهذا أيضا ليس في صالح تركيا. إذن تركيا واحدة من البوابات التي يمكن الاستعانة بها. هل تعتقد أن تنظيم الدولة الإسلامية داعش يراقب أداء الإعلام الأردني، يراقب ردود فعل الرسمية الأردنية، يعني بعد أنه أصبح الآن في عندنا طيار أردني بين إيدين، هل يراقب أدائنا؟ هل ممكن يستفز أحيانا بعض الأداءات خاصة من الإعلام الرسمي؟ يعني أنا لا أظن أنه هناك في هذه المسألة نوع من الاستفزاز. الموضوع يجب أن يحاط بمسؤولية عالية من قبل كافة الأطراف. جميل. لأنه تتعلق بحياة مواطن أردني ويعني طيار، ويعني تعرف كم يكلف الدولة في هذا المجال. صحيح. ولكن لا نريد أن نسجل مواقف سياسية، لأنه حياة مواطن أردني على المحك. هذا ما قصدته. نعم. الآن بديك توضح أكثر. نعم. يعني أنا أعتقد أنه نترك المجال للحديث عن موضوع المفاوضات وموضوع آلية التعامل للجهات المختصة وللمسؤولين. صحيح. لأنه نحن لا نملك من الأمر شيئا. يعني أنا أعتقد التفاوض يتم إما عبر دول، وذكرنا أكبر مثال ودولة لديها استعداد وتأثير وفاعلية في هذا الملف هي تركيا. أنا أعتقد أنه هناك شخصيات إسلامية من خارج الأردن ربما أيدت سياسيا وتعاطفت مع موقف داعش، ربما تؤثر، لابد من التواصل معها. زي مين أسماء؟ ولا نستطيع أن نسمي. نعم. يعني حتى لا نحسب أو تحسب كلماتنا أنه أشخاص يرفضوا أنه يحسبوا. لكن بتعرفها الجهات الأمنية الأردنية أكيد. يعني كل العالم يعرفها. وكذلك هناك أفراد، يعني أكيد يعني هناك أردنيون يتعاطفون مع هذا التنظيم، لابد من طرق كافة الأبواب، ولا نستهين بأي فرد يعني. نعم. صحيح. لأنه ممكن يكون له علاقة مع قيادي في هذا التنظيم. وكما هو معروف أيضا أنه هناك أردنيون يتبوأ مواقع قيادية في هذا التنظيم. لذلك الأمر أعتقد أنه فرصة الطيار معاذ، يعني وأنا في الواقع أتعاطف مع أسرته، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعين والديه، يعني خاصة أبوه وأمه، ويصبرهم على هذا الابتلاء، لأنه هذا ابتلاء ليس بالأمر الهين. نعم. نسأل الله ذلك. يعني اسمحنا معنا الآن على الهاتف اللواء فايز الدويري الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، اللواء المتقاعد. مساء الخير فايز باشا. أهلا، حياك الله أخي. يعني واضح جدا أن
ثمت خيارات أمام الدولة الأردنية، باعتقادك هل هذه الخيارات تستطيع أن نستطيع من خلالها أن نعود بمعاهدة الكساسبة إلى عمان مرة أخرى؟ أولا سيدي نتمنى أن تنجح الخيارات المتاحة، وهي خيارات محددة من وجهة نظري الشخصية. نعم. قد يتفق مع البعض وقد يختلف، أما هذه الخيارات أنا أسميها أولا الخيار الناعم أو الصوفت أبروتش، وهو التفاوض. نعم. وهذا لا ضير فيه، حيث أن معظم الدول عندما يكون لديها مخطوفين من قبل جماعات إرهابية أو عصابات مافيا أو ما غير ذلك تلجأ إلى هذا الأسلوب، وهذا لا يغير في المعادلة الاستراتيجية في العلاقة ما بين الطرفين. وقد فاوضت الولايات المتحدة الأمريكية طالبان لإنقاذ حياة أحد جنودها. نعم. إذن هذا المسار التفاوضي، الدولة الأردنية بأجهزتها التي نقدرها تمتلك أوراق قوة كثيرة في هذا المجال. من أهم أوراق هذه القوة أن هناك العديد من المنظرين السلفيين هم من أصول أردنية أو يحملوا الجنسية الأردنية إلى غير ذلك، وبالتالي يمكن أن يكونوا مفاتيح لهذا التفاوض. علينا أن نستفيد من التباين في مواقف أطياف تنظيم الدولة. الطيف العراقي في تنظيم الدولة يؤثر ويفضل المحافظة على حياة الطيار من أجل استغلالها في التفاوض المستقبلي، بينما بعض الأطياف الأخرى تطالب بأن تكون هناك إجراءات رادعة ليكون عبرة وعقاب وتحذير وترهيب للآخرين. المقاربة الأخرى هي المقاربة العسكرية، والمقاربة العسكرية من خلال قوات خاصة تنفذ عملية خاطفة لمحاولة فك أسره واستعادته، وهذه العملية أعتقد أنها ستكون محفوفة بالمخاطر، لأن تنظيم الدولة أصبح لديه خبرة في التعامل مع الرهائن وكيفية إخفائهم وسرعة نقلهم من مكان إلى آخر، وقد أخفقت القوات الأمريكية في إنقاذ الصحفي الأمريكي قبل عدة أشهر. المقاربة العسكرية يجب أن تستند إلى معلومات موثوقة ترقى إلى درجة 100%، لأن أي خطأ في تنفيذها سيؤدي إلى إنهاء حياة الرهينة. إذن أعتقد أن الأردن من وجهة نظر الشخصية ومن من خلال تحليل الشخصي أنه يمكن أن يكون فيه بارقة أمل أكثر من الخيار الصلب أو المقاربة العسكرية. نعم، إذن الخيار الناعم ربما هو الخيار الأوفر حظا. أشكرك اللواء فايز دويري، شكرا لك الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية. شكرا يا باشا، شكرا. أعود لك أستاذ مروان، حتحدث عن تباينات بين تنظيم وتحدث عنها تقارير. البعض يقول أن جماعة اللي هم الشيشان كان يبدو هم اللي يعني من خلال ملامح الاعتقال هم اللي اعتقلوه هناك داعش العراق. هل هذه التباينات حقيقية أم أنها يعني هل يمكن يختلفوا على هذا الأمر؟ يعني ربما يكون لدى الشيشانيون أو كتيبة المهاجرين والأنصار التي بايعت تنظيم الدولة في سوريا، ربما يكون لديها خبرة في التعامل مع الصواريخ المضادة، لأنه كما هو معروف أنه تنظيم يعني الدولة هم اللي أسقطوا الطائرة احتمال تكون يعني ربما هم يعني شكلهم اللي اعتقلوهم يعني من خلال الملامح يعني لاحظت؟ يعني لا يوجد تأكيد، لأنه السوريين أيضا شكر يعني، ولكن الموضوع لا تفرق طالما أنه مقاتل في تنظيم الدولة الإسلامية، يعني هو سواء كان شيشاني أو غير ذلك يعني. ولكن في بعض التقارير أشارت إلى أنه بالفعل يعني جلهم اللي مسكوا الطيار كانوا يتابعوه في نهر الفرات، وتم إلقاء القبض من قبل مجموعة لرصد هذه الطائرات، وتم اعتقاله من قبل هذه المجموعة الصغيرة. ولكن أظن أنه الأمر ذكرت أو التقارير الإعلامية ذكرت أنه شيشانيين، لأني كما قلت لك لديهم خبرة في التعامل مع مضادات الطيران المحمولة يعني كستينجر وإيجلا وغيره والكوبرا من الصواريخ المحمولة، لأنه أيضا ذكرت تقارير أمريكية استخباراتية بأنه تنظيم الدولة الإسلامية امتلك صواريخ مقاومة للطائرات المقاتلة من السويد عبر يعني أظن من ليبيا تحديدا، وهذه الصواريخ يعني مكنتهم أنه يحاولوا أي طائرة تنزل إلى ارتفاع بسيط يتم إصابتها بهذه الصواريخ الحرارية. نعم، يعني الحديث عن وجود قيادات أردنية، أبو قتادة، أبو محمد المقدسي،
الطحاوي إلى آخره، هل يمكن أن تستعين أو أن تدخل الدولة في تفاوض مع هؤلاء باعتقادك أنهم مفاتيح ممكن الاستعانة بهم؟ يعني الأشخاص الذين ذكرت يعني لا يؤثرون على تنظيم الدولة الإسلامية، نعم، لأنهم معارضين لما يسمى بتشدد تنظيم الدولة يعني. وكما نعلم أبو قتادة وصفهم بصفات يعني جارحة ونابية، ويعني كان يعني ينتقدهم، وأيضا أبو محمد المقدسي اعتبرهم من الخوارج ومن الغلاة ومن المتشددين. أظن هذه الشخصيتين أو الثلاث الذين ذكرت، أبو محمد الطحاوي ربما تكون أيضا هو في المعتقل ولا يؤثر كثيرا. هناك قيادات الآن ربما يكونوا بالقيادات الصف الثالث أو الرابع موجودين في سوريا وفي العراق، يعني من الأردنيين، ودون أن نسميهم لأنه معروفين للأجهزة الأمنية. وأعتقد أنه ليس من مصلحة الأردنيين، يعني التجربة المريرة من قبل تنظيم القاعدة مع تفجيرات عمان انعكست سلبا بشكل كبير وملحوظ على عناصر وقيادات هذا التنظيم في الأردن المؤيدون على الأقل. لأنه كما تعلم تنظيم داعش، على الرغم من أنه بعض وسائل الإعلام تضخم أنه موجودين في محافظات أردنية معينة، أنا أقول أنه لا يوجد تنظيم أو عمل تنظيمي بالأردن. هناك شبكات اجتماعية منتشرة في محافظات عدة تتعاطف مع هذا التنظيم، وفي حال ما التحق أي فرد مع هذا التنظيم يصبح منظما، واضح؟ يعني لا يكون لا يوجد علاقة تنظيم في الأردن. أيوة، لا يوجد له علاقة تنظيمية مع تنظيم الدولة الإسلامية. نعم، إذا المفاتيح قد تكون القيادات هذه الأردنية، رغم أنها ناقمة على الدولة، ناقمة على الأجهزة الأمنية، رغم أنها تلقت يعني إحنا بلد عشائري، وبالتأكيد تبقى شبكة يعني العلاقات الاجتماعية، شبكة العلاقات الاجتماعية تبقى مؤثرة وفاعلة. لذلك ربما يكون هذا مسار وخيار لعشيرة الكساسبة أو البرارشة، لأنه لديهم شخصيات إسلامية معروفة، كانوا نوابا وكانوا في قيادات الحركة الإسلامية في الأردن، ربما يستطيعوا التحرك على المستوى الشعبي من ناحية دينية ومن ناحية عشائرية أيضا. هل بإمكان الحركة الإسلامية أن تقدم شيء؟ سواء في علاقتها مع تركيا أو في علاقتها بالتأكيد. نعم. بالتأكيد يعني الحركة الإسلامية ممكن تقدم، يعني لا نستصغر أي جهد أو أي نافذة تحمل بريق أمل في مثل هذه الحالات. نعم، طيب اسمح لنا أستاذ مروان، معنا أيضا على الهاتف الدكتور محمد أبو رمان الكاتب والمحلل السياسي. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور، أهلا وسهلا. يعني ربما يعني حادثة الطيار معاذ الكساسبة لا أدري إن فاجأت الكثيرين أم أنها كانت متوقعة عند البعض، ما الخيارات السياسية الآن أمام الدولة الأردنية؟ يعني الحديث اليوم ليس عن خيارات سياسية بقدر ما أنه الحديث عن السيناريوهات والفرص في إنقاذ حياة معاذ إن شاء الله. والسيناريوهات المطروحة، أنا بتقديري من خبرة التعامل مع هذا التنظيم، طبعا هو التنظيم كما هو معروف سلوكه يقوم على ذبح الرهائن والمعتقلين وتقديم رسالة إعلامية بهذا الاتجاه. هنالك فرصة متاحة إلى الآن تتمثل في إمكانية، وهي الفرصة تقريبا تكون الوحيدة في تقديري، في استبداله بعدد من السجناء المحكومين في الأردن على خلفية علاقة بتنظيم داعش، وهي بتقدير الصفقة التي من الممكن أن تنقذ حياته. حدثت سابقا من قبل التنظيم مع الأتراك في عملية مبادلة، وأيضا يعني بعض الدول تقوم بها لإنقاذ أسراها. نعم، إذن يعني هذه واحدة من السيناريوهات، باعتقادك الدولة ستذهب إلى هذا السيناريو؟ يعني لا يوجد لدي معلومات أنا تأكيد قطعي في المسألة، لكن التسريبات والمؤشرات أن هذا السيناريو طرح بشكل جدي في أروقة القرار منذ اللحظة الأولى لخبر أسر معاذ، وأن هنالك بعض القنوات الدبلوماسية التي فتحت فعلا في هذا السياق منذ المساء الأمس، وبتقديري أنه مطروح ومطروح بقوة، ويعني هنالك في حديث حتى عن الأسماء الممكن استبدالها بالطيار الأسير. نعم دكتور محمد، البوابة التركية والعنوان التركي، هل ممكن أن
يكون، لا سيما أن هناك علاقات بين تركيا وتنظيم داعش بشكل أو بآخر، هل يمكن أن يكون واحدة من الأمور التي قد يوظفها الرسمي الأردني؟ بتقديري ربما بدأت بالفعل هذه القناة بالعمل. نعم. وللتوضيح أكثر، ليست هنالك علاقات بين تركيا وتنظيم داعش، بل هنالك معرفة من قبل الأتراك بالقنوات التي يمكن أن تصل بهم إلى تنظيم داعش، ويتفق أنه كانت لديهم خبرة جيدة في عملية تبادل الأتراك ببعض عائلات تنظيم داعش، قيادات تنظيم داعش، بالتالي يمكن للأردن الاستفادة من هذه القناة التركية بشكل فاعل. والتسريبات اللي شبه موثوقة أنه بالفعل بدأت هنالك محاولات للاستفادة من هذه القناة، بتقدير أيضا هنالك وسائل أخرى من خلال قنوات خلفية، هنالك وسطاء على صلة بهذه التنظيمات يمكن الاستفادة من هذه العلاقات. ولكن عامل الوقت عامل مهم جدا في هذه المسألة، هنالك يعني كلما كان الإسراع في هذه بين هلالين الصفقة كان الوضع أفضل، لأنه بعد إذا تمت محاكمة معاذ بعد ذلك تصبح الأمور أكثر صعوبة وتعقيدا. نعم. لو وأنت الخبير بالجماعات الإسلامية، ذهبنا إلى عقل داعش تحديدا، كيف يفكرون الآن؟ هل ممكن أن يقبلوا بصفقة؟ أنا برأيي أنه، أنا قرأت أنه هناك في تقارير عن خلافات داخل تنظيم الدولة، وأنا ربما يعني لا أستبعد ذلك. نعم. تنظيم داعش بالرغم من أنه تنظيم متشدد دينيا وسلوكيا، وتنظيم يعني رسالته الإعلامية قائمة على التوحش والقوة، إلا أنه لديه شق براغماتي أيضا في كثير من المسائل، يعني هو ليس تنظيم مصفح من ضمن التفكير العقلي. سبق وأنه بادل كما ذكرنا الأتراك، سبق وأنه في مراحل سابقة استبدل الرهائن بأموال، طبعا لا يعني فرضية استبدال أسيرنا بأموال هي فرضية مستبعدة تماما بالنسبة للتنظيم، يطمح بما هو أكبر. تقدير التنظيم إذا تم يعني من قبله طرح فكرة الصفقة سيطرح شروط متعددة، من ضمنها موقف الأردن في التحالف الدولي والإقليمي، من ضمنها بعض القضايا والضمانات، وبتقدير يعني ستكون هنالك مفاوضات بهذا الشأن. ما يمكن أن يقبل به الأردن هي فقط ما يتعلق بجانب تأمين حياة معاذ واستبداله بالأسرى. لا أعتقد أن الأردن يمكن أن يساوم بين هلالين سياسيا على موقفه في مسألة التحالف الدولي والإقليمي. نعم. أشكرك دكتور محمد أبو رمان الكاتب والمحلل السياسي. شكرا دكتور محمد. شكرا. شكرا جزيلا. أعود لك أستاذ مروان، ربما يعني أثار يعني فضولي أن أسألك عن قصة المحاكمة، إذا حكم هناك خلاص ما بصير يعني، وأنت هزيت رأسك لما حكى دكتور محمد. صحيح. شو قصة المحاكمة؟ يعني يعرض أي قضية أو ملف حيوي وحساس إلى الهيئة الشرعية. نعم. فبالتالي إذا عرض إلى الهيئة الشرعية والهيئة الشرعية قررت مثلا أي قرار غير قابل للاستئناف أو الطعن، يعني يتم تنفيذه ولا للتفاوض ولا فبالتالي يكون. ولكن يعني أيضا قرأنا اليوم في بعض التقارير وبعض التسريبات أنه مجلس شورى تنظيم الدولة الإسلامية اجتمع، يعني المجلس العسكري والديني والسياسي لمناقشة قضية الطيار الأردني. وأنا أعتقد أنه التنظيم سيحاول كسب مكتسبات سياسية على رأسها محاولة التعامل معه على اعتبار أنه تنظيم فاعل وقوي وبسياسة الأمر الواقع، في محاولة لإضفاء الشرعية على وجوده ليكون من اللاعبين الرئيسيين في المنطقة. وإذا مصلحته أن يدخل في التفاوض نجح بالضبط، يعني إذا نجح في هذه النقطة يكون حقق إنجاز أكثر من أن يقتل الطيار الأردني. هل يفكر التنظيم بموقف شعبي، صورة قد تصبح يعني تعاطف، قد يكون في هناك تعاطف في الأردن ربما إذا ما أقدم لا سمح الله على 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 إعدام مثلا الطيار بالطريقة التي شهدنا فيها إعداماته، قد يصبح هناك تحول شعبي ضده؟ هل يعني هذه الشرعية الشعبية أو دعنا نسميها الغضب الشعبي الأردني يعني، ولا ما يفكر فيها؟ أنا أعتقد أنه يهتم بهذا الجانب، لأنه يفرق كما قلت لك بين التعامل مع حاضنة شعبية إسلامية وبين حاضنة غربية. نعم. وربما هو في
إعدامه للصحفي الأمريكي أو لعدة صحفيين أمريكان وغيرهم، حتى العاملين في الإغاثة، كان يحاول استفزاز الإدارة الأمريكية سواء العسكرية أو السياسية. أما في الدول الإسلامية كان يتحفظ. المثال اللي ذكرناه حول إطلاق سراح الدبلوماسيين الأتراك يعني أكبر دليل أنه يتريث كثيرا في التعامل مع الحاضنة الإسلامية. جميل. وأنا أعتقد إن شاء الله ستكون هذه واحدة من الأمور اللي خليهم يعدوا لصالح معاد إن شاء الله. نتمنى ذلك. نعم. الحديث عن تبادل أو إطلاق سراح سجناء، يعني حتى الدكتور محمد حكى أسماء بدأ يتم تداولها، ساجد الرشاوي اللي هي اشتركت في تفجيرات عمان. نعم. معمر الجغبير الكربولي أو زياد الكربولي. زياد الكربولي. نعم. يعني بدأت تظهر، هل لها وزن عند داعش الآن؟ أن يعني هل لها قيمة استراتيجية بوزن قيمة الطيار مثلا؟ يعني لو أردنا أن نتحدث، يعني أنا أظن الأوزان الآن مسألة الشرعية والشروط لن يتم الحديث عنها. نعم. يعني مسألة الشروط لن لا لا تنظيم داعش سيتحدث عنها ولا الدولة الأردنية ستتحدث. جميل. في حال ما تم عرض شروط ستكون يعني تحت الطاولة. من خبرتنا في متابعة مثل هذه القضايا، كل القضايا التي تم الإفراج عنهم لم يعلن التنظيم ولم تعلن الحكومة التركية عن شروط التفاوض مع داعش. نعم. سواء كانت مباشرة أو عبر وسطاء. لكن أحيانا اللي كانوا يعدمون كانوا يوجهوا رسالة أنه لدولتهم الانسحاب من التحالف إلى آخره. يعني هذا أحد، هذا ليست أحد رسالة سياسية، أحد المطالب السياسية أنه تفكيك هذا التحالف اللي بتتهمه داعش أنه التحالف هش. نعم. فبالتالي أحد المطالب الحيوية ربما يكون، وأحد الشروط، أنه الأردن تتراجع عن هذا التحالف وتقديم الدعم اللوجستي والاستخباراتي والمشاركة في توجيه ضربات تنظيم الدولة الإسلامية. يعني أحد هذا الشروط راح يكون على رأس هذه الشروط، بالإضافة إلى الشروط الأخرى اللي هي في محاولة لإضفاء شرعية على هذا التنظيم، ناهيك عن محاولة كسب تعاطف الأشخاص المتعاطفين أصلا. نعم. مع هذا التنظيم في إطلاق سراح بعض المحكومين من هذا التنظيم. نعم. ولكن إذا تم يعني لا قدر الله قتل الطيار، أكيد المقاربة الأمنية ستتحول من ناعمة إلى صلبة. صحيح. في التعامل مع أنصار هذا التنظيم. صحيح. في الأردن ربما يعني بالنسبة لهم. تحدث اللواء فايز الدويري عن خيارين، ناعم وخشن. هو لم يفضل الخشن، لا يعتبره أكثر جدوى، يعني على اعتبار تجربتهم الأخيرة الأمريكان حاولوا أنهم. نعم. يخرجوا أحد. هل يمكن فعلا أن تفكر الأردن بخيار خشن بعمل استخباراتي قد نخسر آخرين؟ يعني هاي الفكرة، يعني أنه يعني أنا أعتقد أنه هذا خيار أردني يعني باعتقادك لو أردت. يعني أنا أعتقد أنه هذا الخيار صعب التحقيق في ظل عدم وجود اختراقات أمنية لتنظيم داعش. يعني من المعروف أنه تنظيم داعش على الرغم يعني أنه الاختراقات محدودة جدا يعني ويصعب تواجد أي أجهزة داخل المناطق اللي بنشط فيها هذا التنظيم، ولديه خبرة في التعامل مع مثل هذه القضايا الشائكة. وأنا أظن أنه محاولة الأمريكان باءت بالفشل، وقتل العديد من القوات النخبة الأمريكية، وقتل أيضا الشخص تم نقله إلى مكان آخر، يعني لم يقتل، يعني تم نقله على الرغم من مقتل بعض عناصر تنظيم داعش. ولكن أظن أنه هذا الخيار ربما يكون يعني أستبعده أنا، لأنه ربما يؤدي إلى مقتل الطيار في حال ما تمت. نعم. هذه إذا كانت هناك محاولة. نعم. بهذا الشكل. قصة إسقاط الطائرة، يعني في البداية يعني داعش قالت أنها أسقطته بصاروخ حراري، ثم بعد ذلك الأمريكان في منتصف ليلة بالأمس يعني متأخرين قالوا أنه لا، لم يسقط عن طريق داعش. اليوم الجيش الأردني تبنى أيضا رواية الأمريكان أنه لم يسقط. يعني كيف تقرأها؟ يعني أنا أقول هناك تضارب الأنباء حول سقوط الطائرة، ولكن أعتقد أنه طالما أنه تم تتبع الطيار إذن تم مشاهدة سقوط الطائرة. نعم. واضح. فيعني تم تتبعه في النهر، يعني وكان من الممكن، يعني الطيار، أنا تحليلي الأول للصورة أنه كان تعامل باحترافية ومهنية عالية. صحيح. أنه تخلى عن نزع ملابسه العسكرية وبدأ يسبح، يعني على اعتبار أنه شخص مدني أو نعم شخص من العراق. نعم. فبالتالي هذا الانطباع الأولي. ولكن
أيضا طالما أنه استطاعوا أنه يخرجوه من نهر الفرات، يعني هذا دلالة أنه كان في تتبع ومعرفة أنه الطائرة سقطت سواء بحادث أو بعطل فني أو بغض النظر عن السبب. هذا يعود للخبراء العسكريين ولمن حضر عملية سقوط هذه الطائرة. نعم، بيانات الجيش كانت أكثر اتزانا من الذين خرجوا على الفضائيات من أمس. أنا باعتقادي الشخصي، يعني أنت بتقدر تصححني، كان بيان يحملون التنظيم مسؤولية ويعني أمن وسلامة الطيار، وهذا شيء منطقي وطبيعي في 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 الحروب. لكن أحيانا البعض خرج على الفضائيات وبدأ يعربد على تنظيم داعش وكأنه لا يعنيه الطيار. هل يمكن أن يستفز هؤلاء التنظيم بأمانة؟ يعني خاصة أنا لا أعتقد يخرج على قنوات تسمح الجميع. لا أعتقد أنه سواء كانت جهات رسمية أو محللين أو صحفيين، يعني بكلامهم سيستفزوا التنظيم. التنظيم لديه استراتيجية واضحة المعالم، ولديه قيادة أظن أنه سيدرس كافة التداعيات وأبعاد ملف الطيار الأسير لديهم معاذ الكساسبة، ولن يتعامل بردة فعل، ولكن موقفه واضح يعني. نعم. فالمسألة لا تتعلق بموقفه من صحفي أو من كاتب. نعم. أو من محلل سياسي، لكن الأمر يحتاج إلى يعني إلى ربما خطاب يعني ينسجم مع رغبتنا بعودة معاذ. يعني أنا باعتقادي لما ذكرت لك أنه لابد أن يكون هناك، حتى وإن كنت متعاطف، لابد أن تكون هناك مسؤولية، لأنه الأمر يتعلق بدماء وبحياة أسير ومواطن أردني. لذلك لابد من أنه أي شخص بده يتحدث في الموضوع عليه أن يتحمل مسؤولية كلامه أمام الله عز وجل وأمام الأسير وأمام أهله كمان. نعم، نعم، وأمام أهله. هل ترى أن هناك فرصة لمعاذ أن يعود إلى؟ والله كل الخيارات مفتوحة. نعم. وإن شاء الله الأمل بالله أولا. نعم. ثم الأمل بجهود الخيرين في هذا الملف. يعني لعلها تكون بادرة خير، وأنا أعتقد أنه المكاسب التي سوف يحققها التنظيم في حال ما أفرج عن الطيار الأردني ربما تنعكس إيجابا على تغيير الصورة النمطية على صورته البشعة من خلال سلوكه. يعني ربما تكون هذه الفرصة جاءته لعنده يعني على طبق من ذهب. فلابد من قيادة تنظيم الدولة الإسلامية أن نعيد التفكير في آلية التعامل بعيدا عن الموقف الشرعي. من المعروف أنه هم يستندوا إلى تأويلات لهم خاصة بهم في التعامل في حالة الأسر وفي حالة القتال وغير ذلك، ولكن أحيانا تغليب المصلحة على المفاسد التي سيجرها الأمر ربما تكون في صالح التنظيم. نعم، إذن يعني الاجتماع هذا الذي وصفته الكادر الشرعي والسياسي والأمني في التنظيم باعتقادك أنه يضع كل المعطيات على الطاولة، يفكرون بهذه الطريقة، يعني هذا ربما بيطمئن عائلة معاذ. نعم، هكذا يعني. نعم. بالطريقة هذه. نعم. وسبق لهم أن فكروا بالطريقة هذه بالتأكيد. ولن يكون هناك تسرع أعتقد في اتخاذ أي قرار بحق معاذ الكساسبة. نعم. طيب شباب الإخراج في معنى اتصال ولا الأستاذ مروان مستعجل؟ طيب أعطيكم دقيقتين. ماشي. طيب مرة أخرى الحديث عن خيارات الدولة وخيارات التنظيم. صراحة أنا يعني اليوم بعد الحلقة شعرت بنوع من الاستبشار والطمأنينة أن هناك فرصة، على اعتبار أن الطرف الآخر أيضا يعني وصف بالسوداوية، ووصف الدكتور محمد قال هناك جانب براغماتي، هناك جانب براغماتي. هل يمكن أن نستثمر هذا الجانب البراغماتي بطريقة أو بأخرى؟ هل سيكون هناك حراك أردني لوحده؟ الأمريكان سيضغطوا علينا يعني أيضا؟ يعني إذا ما لاحظنا، إذا ما لاحظنا أنه التنظيم لم يقم بأي عملية تستهدف الأردن على الرغم من مشاركة الأردن في هذا التحالف، ولم يعلن أنه سيستهدف الأردن. صحيح. في المستقبل يعني هذا الجانب ربما يكون هناك نوع من الرشد في التعامل مع الإقليم والمنطقة لأنه تماما. فبالتالي الآن 60 دولة تحالفت مع الولايات المتحدة لمحاربة هذا التنظيم. نعم. يعني أنا أعتقد أن مفهوم البيئة الحاضنة التي تحضن هذا التنظيم مهمة للغاية، والأردن لديه علاقات وثيقة مع العشائر السنية بين قوسين في العراق وفي سوريا أيضا، لذلك هذه
البيئة الحاضنة لعلها تكون فاعلة ومؤثرة على سلوك التنظيم في التعامل مع قضية تتعلق بمواطن أردني. جميل، سمعنا نأخذ الاتصال معنا المهندس مراد العضايلي الناطق الإعلامي باسم حزب جبهة العمل الإسلامي. مساء الخير مهندس مراد. مساء النور، حياك الله. يعني حزب جبهة العمل الإسلامي وما جرى، يعني حديث أردني كبير عن الطيار معاذ الكساسبة، ما هو الموقف؟ تفضل مهندس مراد. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الحقيقة في هذه اللحظة ما يهمنا سلامة الطيار، وذلك نطالب الحكومة أن تبذل كل جهد لإعادة الطيار سالما لأهله، ولكن نأمل أن يكون هذا الحادث يعني محط نظر لإعادة النظر في كل مجمل المشاركة في التحالف الدولي، وإعادة النظر في هذه المشاركة في هذا التحالف الذي أبدينا موقفا واضحا بأنه لا يخدم الأردن، ولا يمكن أن نحن نقدم يعني دماء أبنائنا لمشروع الحقيقة غير واضح ولا يعرف مساره. وذلك يعني الحقيقة هذه اللحظة فقط نطالب أن تكون الحكومة تباشر في كل الإجراءات للحفاظ على سلامة الطيار وإعادته إلى أهله سالما. نعم مهندس مراد، هل ستحاولون أيضا من خلالكم أن يكون لكم دور في ذلك؟ الحقيقة نحن لم يطلب منا هذا، وأعتقد أن يعني الحكومة هي من يعني سترى يعني كيف ستدير الأمور في بالحفاظ على سلامة الطيار، ولديها يعني أعتقد لديها خيارات كثيرة يمكن أن تفعلها للحفاظ على سلامته. وأعتقد يعني في اللحظة التي يطلب منا دور يعني لذلك يعني سندرس هذا إذا تمكننا، مع أنه الحقيقة نحن لا نملك علاقات مع هذه التنظيمات أو أدوار يمكن أن نؤديها في هذه اللحظة. نعم، أشكرك المهندس مراد العضايلي الناطق الإعلام باسم حزب جبهة العمل. لك أنا أستاذ مروان، بعرف أني أخرتك وعندك ارتباط آخر بقناة فضائية. أنا بدي أشكرك الأستاذ مروان شحادي الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، ربما اليوم يعني إضافات كثيرة على هذا الموضوع، شكرا لك أستاذ. إذن أعزائي المشاهدين، وكما أشرت في بداية الحلقة، حلقتنا اليوم هدفها أن نذهب بقدر استطاعتنا وبكل إمكاناتنا حكومة ودولة وشعبا وملكا باتجاه أن يبقى معاذ الكساسبة سالم غانم وأن يعود إلى أهله. بعد ذلك سنتحدث في الجوانب السياسية، بعد ذلك سنتحدث عن القرار السياسي بالذهاب إلى الحرب، لكن الأهم الآن أن تكون كل الخيارات وبدون عناد من أي كان باتجاه عودة معاذ. نريد أن يعود معاذ الكساسبة إلى أهله وبيته، وبعد ذلك لكل حدث ربما تحليل وحديث. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.